وأجمل صفة تبقيك إنساناً يطيقك الناس ويحترمك الناس ويخالطك الناس هو أن تكون لين الجانب متواضعاً لهم. تلاحظون بعض الناس قبل ما يأخذ الشهادة التي أخذها كان يخالط الناس، فارتفع بشهادته، مفروض أنه ينزل للناس، لا طار ما لقوه، بالمال الذي كسبه البعض، بالمنصب الذي وصله، والبعض عشان جدي فلان من فلان، أنا ولد فلان، أنا من الأسرة الفلانية. يا أخوي أبو طالب أعلى منك نسبا وفي ضحضاح من النار، وأبو لهب أعلى منك نسبا وهو وزوجته في جهنم. لا يرتقي بالإنسان إلا التقوى، ولا يرتقي بالإنسان إلا التواضع. فتواضع، تواضع، وإذا خرجت من بيتك فاعتقد أن لكل شخص بين يديك تقابله له حق عليك حتى تعيش متواضعا.